عمره 1800 سنة، عمره 1800 سنة طبعا قبل الإسلام، يعني 300 سنة. هاي الطبيعة، مدينة طبعا أثرية وإلى تاريخ كبير يعني. ومدينتنا أو مثل ما تقول قريتنا أو في السوري ضيعتنا كمان مدينة جميلة. ها هاي آثارها طبعا، هون بيهتموا بالآثار، بيهتموا بالنظافة، بيهتموا بكل شيء، حتى كل شيء إنه عندهم اهتمام بالطبيعة. طبعا هاي زمان كانت الله أعلم غزلان وديان، ما أحدا بيعرف شو كان زمان. طبعا هاي دليك كنيسة، طبعا في هون كنيسة بسفل الجبل ما حدا بيوصل لها، إنه إلا نفق خاص. هاي قريتنا من أعلى قمة فيها. طبعا هون بيهتموا مو زي بلادنا، يزبطوا الزبالة والمش عارف كيف، الله يهديهم ويصلحهم.